Death is coming anyway, whether you think about it or not, whether you like it or not, there is nothing in your hand, absolutely nothing to prevent it. Today we are talking about suicide. Suicide can be an idea, مجرد فكرة. Suicide can be a plan. Suicide can be a try, محاولة. Suicide can be someone who killed himself. ايه اللي يخلي شخص ينتحر؟ ايه اللي يخلي شخص في نص حياته يقرر ان هو مش عايز يكمل، مش عايز يكمل الرحلة بكل ما فيها من صعوبات، بكل ما فيها من عقبات وتحديات، بكل ما فيها من احلام وطموحات كده على بعضها كده ما عادش عايزها، وقرر انه عايز ينزل في النص ويسيبنا بقى احنا نكمل مش مهم. المهم ان هو تخلص من معاناته اللي هو شايف ان ملهاش اي حل تاني. احنا جايين النهارده نتكلم عن السوسايد، والسوسايد في حد ذاته هو علم اسمه سوسايدولوجي، علم الانتحار. العلم ده بيدخل فيه علوم تانية، يعني هنلاقي السوسيولوجي علم الاجتماع بيشكل علم الانتحار، والسايكولوجي والسايكاتري بيشكلوا علم الانتحار، وممكن ندخل الفلسفة في علم الانتحار، وندخل النيورولوجي في علم الانتحار، وممكن ندسكاست يعني من خلال philosophical point of view أو religious point of view نتكلم هي حاجة مورال ولا مش مورال. فالانتحار له جوانب كتير جدا متشعبة، بس احنا جايين النهاردة نتكلم عن ايه؟ احنا جايين نتكلم عن السايكولوجي، وجايين نتكلم عن السايكاتري. اهم حاجة عندنا النهاردة هو السايكاتري، ازاي نتعامل مع شخص سواء عنده فكرة انتحارية، سواء حاول الانتحار، سواء عنده خطة للانتحار، سواء بالفعل هو على ارض الواقع وبيحاول ان هو ينتحر. احنا نتعامل ازاي؟ نعمل ايه كسايكاتري؟ تفكيرنا ايه؟ دي محاضرتنا النهارده. نظام المحاضرة بتاعتنا بيبقى ان احنا بنشرح محاضرة. بمعنى ايه بنشرح؟ بمعنى احنا ممكن نقول حاجة ما تبقاش مكتوبة في الكتاب. ليه؟ لان هي جزء من الشرح، فانت تقدر تديتكت كويس قوي ايه الحاجة اللي المفروض تذاكرها كمنهج وكدراسة وككتاب، وايه الحاجة اللي ما تذاكرهاش. الامرجنسي في الميديكال فيلد عموما ان احنا عندنا emergency، عندنا طوارئ. فاحنا يعني دلوقتي احنا لو عندنا myocardial infarction، شخص بيفقد المصل بتاعته، time equal muscle، عندنا emergency حالة طوارئ، فالtime والثانية بتبقى محسوبة. فده اللي احنا محتاجين نتعامل معاه برضو لما نشوف شخص عنده psychiatric emergency. ايه هو psychiatric emergency؟ ده يفرق شيء عن الفيزيكال هيلث. لما تبقى في حالة emergency ده شخص خد قرار ان هو ينتحر، او عنده خطة ان هو ينتحر، فونس ان هو خد القرار هينتحر، ما عادش موجود معانا في الحياة. فعشان كده هنتعامل معاها كسايكاتريك emergency، هي لا تقل ليست اقل تحت منظور الطوارئ من اي شيء اخر. فكلامنا هيبقى عن السوسايد بشكل كبير، وغير كده هيبقى كلامنا عن الفايولنس بشكل جزئي اقل نسبيا، ولكن في سايكاتريك اميرجنسي تانية مختلفة هنتكلم عليها دلوقتي. ولكن ليه مش هنتكلم عليها في محاضرة النهاردة بالتفصيل؟ لان هي اما اتشرحت قبل كده او هتتشرح بعد كده. ولكن ليه هي emergency؟ ليه substance dependence alcohol intoxication والwithdrawal emergency؟ ببساطة لان الالكوهول intoxication وخصوص الwithdrawal ممكن يحصل فيه death اصلا، يعني الwithdrawal نفسه وكمان الاعراض بتاعته والhallucinations والdelusions، كل ده بيدخلك في حالة من ايه؟ من emergency. انت محتاج تتعامل مع الشخص ده وتعالجه، وتبقى عامله يعني حطه تحت الobservation وحطه كويس قوي، بتتابع كل حاجة وتفرق اب ان هو ما يحصلوش اي مشكلة. الدبريشن، انتوا هتخدتوا دبريشن قبل كده، سواء major depressive disorder اي دبريشن، هو شخص عنده suicidal thoughts برضو، فهو معرض في اي وقت ان هو يبقى عنده شوية افكار انتحارية، يبقى معرض ان هو يلجأ للانتحار او يبقى عنده suicidal thoughts. فانا الدبريشن مهم جدا. الديليوجن والدريريم احنا اتكلمنا عليه قبل كده، شخص عنده ديليوجن، شخص عايز يأذيه، او هو نفسه عنده ديليوجن ان هو ديليوجن في كنترول، ما حد بيأمره بحاجة يعمل حاجة معينة ايا كان بقى الحاجة دي، فممكن يسبب اذية لنفسه اذية لغيره. والدريريم احنا اتكلمنا عن الحاجات دي قبل كده. لكن البانيك اتاكس كمان، الشخص ده بيبقى السمباثيك عنده شغال عالي، وهو ممكن يبقى في حاله من الشوكينج، بحاله من الاختناق، وممكن هو نفسه يبقى في حاله من الديريلايزيشن والديبرسوناليزيشن، ودي كلها ايه؟ بتعتبر ايه؟
بتعتبر برضه حاجات بتعرض الشخص ان هو منفصل عن الواقع، او دي بيرسوناليزيشن، منعزل عن ذاته اصلا، نفسه كانه شخص مختلف. فانا لا، البانيك اتاكس عندي برضه حاله من emergency. الفايولنس اند اكسايتمنت هنتكلم عليها بالتفصيل في المحاضره بتاعتنا النهارده. الدراج ريليتد السايكاتريك ايمرجنسي، الاكيوت ديستونيا، التاردف ديسكاينيزيا، النيورولبتيك مالجنان سندروم، دي قلناهم قبل كده فاحنا مش هنشرح الكلام ده بالتفصيل. ولكن لما اقول الاكيوت ديستونيا والتاردف ديسكاينيزيا والنيورولبتيك مالجنان سندروم، تفهم انت ايه؟ تفهم ان الدوبامين قل من اللي احنا قلناه قبل كده، وان هو بيبقى عنده الاعراض دي شويه بتاعت ايه، بتاعت الباركنسونز. بس احنا دلوقتي الهايبرتنسيف كرايسيس، ديسهم توكسيستي، سيروتونين سندروم، الحاجات دي هنتكلم عليها، هنشرحها. هو كونفيوجن ليك لو انت شرحتها، لان ده مش موضوعنا النهارده، فاحنا مش هنشرحها، مش هندخل فيها بالتفصيل. انت استناها ووقت ما تتشرح لك ارجع اقراها هنا. الكومبليكيشنز بتاعت الاي سي تي هي كومبليكيشنز ما عادتش ريسنتلي، ما عادش الكومبليكيشن دي بقت فيري رير. ليه؟ لان انا دلوقتي بقيت بدي الانستيزيا بتاعتي بديها خلاص، بقت لوكال وبقت حاجه تمبرالي. يعني انا دلوقتي الابنيا مش ممكن يجي ابنيا، ليه؟ بسبب الانستيزيا. بس انا دلوقتي، انا عندي دلوقتي ده حاجه كومن، لا الحاجه رير، وفي حاجات انترفينشنز ثانيه عموما في الطب زي الكولونوسكوبي مثلا بيجي منها اكتر. يعني فانا دلوقتي هل انا عندي دلوقتي الاي سي تي عندي دلوقتي ابص له منظور اللي هو ده بيجيب ابنيا وفراكشن وديسلوكيشن؟ لا، ده حاجه رير، بس هي الكومبليكيشن اللي حصلت هي امرجنسي. هنتكلم النهارده عن السوسايد وناخد راحتنا فيه وناخد نفس طويل كده ونتكلم عن السوسايد. هنتكلم عن السوسايد نقول ايه الديفينيشن، وي اول نو وات سوسايد از. الفايولنس بيشنتس مي كوميت اجينست ذيم سيلفز، الانتنشنال سيلف انفليكتد ديث. احنا عرفنا وفهمنا قوي يعني ايه سوسايد، هو ما بيأذيش غير حد نفسه، بتخلص من حياته هو في اذيه اكتر من كده، بتخلص من حياته. فهي از هارمينج هيم سيلف، از نوت هارمينج اني بودي، هي از هارمينج هيم سيلف. البارا سوسايدر، ودي بقى المصطلحات اللي احنا محتاجين بقى نعرفها، ما عندناش فكره عنها. البارا سوسايدر ريبيتد اتمت to harm themselves، دي المحاولات نفسها اللي هو بيحاول فيها ان هي ينتحر، مش الانتحار نفسه. السيلف ميوتيليشن هو اذيه نفسه، ان هو يؤذي اجزاء من جسمه، يجرح نفسه ويؤذي جزء من جسمه. يبقى في سيلف ميوتيليشن مش معناها ان هو انتحر، لا هو بيؤذي نفسه بس. الفيزيشن اسيستد سوسايد، ودي هنتكلم عليها. الفكره يعني ايه ميرسي كيلينج، يعني ايه قتل رحيم، يعني ايه يوثينيجيا، نفهم ده بقى. يعني لما يبقى شخص عندي تعبان ووصل لمرحله من التعب ان هو ما عادش في امل في علاجه وبقى بيعاني بس في الحياه، ففي حاجه اسمها القتل الرحيم، الميرسي كيلينج، ان انا اختار ان انا اقتل، اموت الشخص ده. حتى مين اللي هيعمل كده؟ ما قايلين الفيزيشن هو اللي هيعمل كده بناء عليه، بناء على موافقه العيان، والا ما كانش يسمى انتحار. الانتحار معناها ان انت واخد كونسنت من العيان ان هو موافق ان هو يموت. فانت دلوقتي عندك حاله بتصير جدل في كل حتة في العالم، احنا مش جايين نحل الجدل ده النهاردة، ولكن جايين نحط حاجات تحت مسمياتها. ده ايه؟ ده اسمه سوسايد برضو. ليه؟ لان في شخص بينتحر. طب هل ده إيثيكالي كويس ولا إيثيكالي مش كويس؟ دي مش نقطتنا، دي مش نقطتنا احنا جايين نتكلم فيها النهاردة، ولكن دي انتحار. ولكن هو له مبرراته اللي احنا ممكن نعرفها. هنتكلم دلوقتي على شويه في الريسك فاكتورز بقى، يعني ايه اللي يخلي الشخص معرض اكتر للانتحار. وش عايزكم تفكروا معايا يعني، وايه الاكسبكتيشنز بتاعتكم لما نقول المن اند وومن، الرجاله والستات، مين فيهم اكتر؟ هنسال بقى السؤال ده وركزوا، وان هتخمنوا صح انا متاكد. مين اكتر بيحاول الانتحار، الراجل ولا الست؟ مين اكتر بيهدد بالانتحار، الراجل ولا الست؟ طب مين بالفعل بينتحر اكتر، الراجل ولا الست؟ تعالوا نجاوب على الاسئله دي. مين بيستخدم ادوات عنيفه في الانتحار اكتر، الراجل ولا الست؟ Women continue to attempt suicide more often but men tend to complete suicide more often. الرجاله هم اللي بالفعل بينتحروا اكتر. الميثود من يوز فايولنت ميثود ذان وومن، اكشوالي اكيد الرجاله بتستخدم الجن اكتر، ده نسبيا، ودراجز بيستخدموها مين؟ الستات. ليه؟ لان ده ابسط، والستات طبعا عايزين حاجه هاديه كده تموتهم براحتنا، من الرجاله طبعا بيبقوا عايزين ايه، احنا عايزين نتاكد احنا نخلص من حياتنا. فهنا احنا بنتعامل مع ايه؟ احنا بنتعامل مع statistics، مين اللي بينتحر اكتر ومين اللي بيستخدم ادوات عنيفه اكتر. طب احنا لما نقول الراجل بينتحر اكتر من الست، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الراجل هو عنده الشجاعه الاكتر ان هو ينتحر؟ لا طبعا، الانتحار في حد ذاته هو تعبير عن ضعف عند الإنسان.
مش هنعتبر الانتحار شجاعة طبعا، لأن الانتحار هو تعبير عن ضعف عند الإنسان، لكن الراجل بينتحر لأسباب معينة، والست قوية أقوى لأنها بتنتحر أقل، وأنها مرتبطة بالمجتمع أكتر، وأدوارها في المجتمع مختلفة تجاه أولادها، فطبيعي إنها تنتحر أقل، وطبيعي إن ده ما بيعبرش عن يعني إن هي بتهدد انتحارها ما تنتحرش، ده مش بيعبر عن قلة شجاعة منها ولا أي حاجة. ولكن الراجل ليه بينتحر اكتر؟ الراجل بينتحر اكتر لان مسؤولياته في الحياه برضه، ومسؤوليات في بدايه حياته وبعد كده، والحمل اللي شايله اكيد بيلعب دور في نقطه زي دي، واكيد الراجل على مدار السنين بيشيل حمل. مش معنى كده الست ما بتشيلش حمل، الست بتشيل حمل بس مختلف، فمعنى ان الست قادره تتحمل الحمل ده، ده شيء طبعا لا يقلل من ان هي اشجع في تحمل مصاعب الحياة، ولكن مصاعب مختلفة، فالراجل عنده مصاعب الزواج برضو والحاجات دي. مش هنستفيد أكتر في النقطة دي. الإيدج، الإيدج مين بينتحر أكتر حسب الإيدج؟ الإيدج هاي ريسك في الخمسة، أكتر من 45 سنة، أقل من 45 سنة لو ريسك. ليه؟ لأن مع السن طبعا الإنسان بيعاني أكتر في صعوبة الحياة، وبيبقى شاف كل حاجة في الحياة، وتقريبا كده عامل كل اللي هو عايزه، فمع صعوبات الحياه وهو كبر في السن، وانه خلاص ما عادش في حياته عمر طويل، بينتحر. الماريتال ستيتس، الشخص السنجل، الشخص الديفورس بتاعي، الشخص الوحيد، الديس اوف سباوس، لو مات الزوج فترملت او ترم او هو ما عادش زوجته ماتت، فخلاص بقى معرض اكتر ان هو ينتحر. بس هل الشخص المتزوج ومشاكل الزواج ما بتخلوش ينتحر اكتر؟ بالعكس، مشاكل الزواج تخليه ينشغل اكتر في الحياه، فتخليه ما ينتحرش. الفيزيكال هيلث، الميديكال illness associated with pain or terminal illness. طبعا معاناه الفيزيكال هيلث خصوصا في السيفيريتي بتاعها وفي الكرونيسيتي بتاعها بتؤدي اللي هو بعد شويه بيفكر في الانتحار برضه. ريسك فاكتورز، هنكمل في حاجات سريعه هنقولها. الانبلويمنت واللو انكم، الامبيجوس ويش تو داي، عنده كده فكره ان هو عايز، مش فاهم يا جاب منين اصلا ان هو عايز يموت. السنس اوف هوبلسنس، الياس، الريسكيو انلايكلي، هو مش معرض اكتر ان هو ننقذه لو حاول الانتحار في مكان لا يساعد على انقاذه. الهوردنج بيلز، ان هو في اكيوميليشن للفيتال، عنده بيلز كده متراكمه، حبوب متراكمه في بيته ممكن ينتحر بيها في اي وقت. البوزيشن اوف فاير ارمز، بالظبط البيلز زي الفاير ارمز بالظبط، هي سلاح للشخص بيفكر في الانتحار، هي سلاح موجود في البيت. فانتاسيز اوف ريونيون وذ ديكريزد لافد وانز، عنده دايما الديسيزد، الناس اللي هم سبقوه وراحوا للدار الاخره، فيبتدي هو دايما بيعمل فانتازيز في دماغه، يقعد يحلم ان هو هناك معاهم يعني خلاص، فممكن يبقى معرض اكتر ان هو يبقى ينتحر برضه. الفاميلي هيستوري اوف اتمبتنج سوسايد، a personal history of suicide thoughts, threats or behavior. في personal history عندهم، في ناس انتحرت في الفكرة ان في ناس في العيلة انتحرت قبل كده، تخلي دايما هو برضه معرض للانتحار. ال history of being physically or sexually abused، طبعا بتسيب اثر في الطفل، وبعد ما بيكبر تسيب دايما اثر، فتأثر معاه مع الوقت. ايه تاني ريسك فاكتورز؟ المنتال إلنس طبعا، احنا سايكاتري يا جماعه، فالمنتال إلنس هي ريسك فاكتور طبعا. الدبريشن، المانيك ديبريشن، والمانيك ديبريشن غير الدبريشن، ايوه المانيك ديبريشن هو البايبولر. السكيزوفرينيا وز بروميننت ديليوجن، السبستانس ابيوز مع الهالوسينيشنز بتاعتها، الايتنج ديس اوردر، الايتنج ديس اوردر بيعمل سوسايد، وده بالنسبه لنا ممكن تبان فكره غريبه، انتوا خدتوا ايتنج ديس اوردر، بس ايتنج ديس اوردر قلنا انوركسيا نيرفوزا و بوليميا نيرفوزا. الانوركسيا نيرفوزا شخص يعني هو دلوقتي هو عنده هوس ان هو عايز يخس وبتاع والاكل وبتاع، فيجي له مال نيوتريشن، شخص عنده هوس. والبوليميا نيرفوزا ده شخص بياكل في نفس الوقت عايز يخس، ده هوس ان هو اللي هو خلاص بقى، يعني انت متخيل شخص اللي هو الانوركسيا نيرفوزا ما بي مش عايز ياكل، حد بيجي له مال نيوتريشن وممكن يموت بسبب المال نيوتريشن او يجي له اديمه، فانت شخص بيتعامل مع وزنه، او شخص بقى بياكل كمان في البوليميا نيرفوزا، وكمان عايز يخس، فانت بتاكل كتير وفي نفس الوقت بيخس بقى، انت يراجع اخيل نفسه يرجع ويحط وياخد لاكسيتيف وكده، فطبعا هي بتأدي مع الوقت لانه بتبقى مصاحبه بديبريشن برضه وكده، فبتأدي لانه هو يبقى عنده سوسايدال ثوتس، السيفير انكزايتي، والبرسوناليتي ديس اوردر، مور باراسوسايدال بيهيفير. طبعا الباراسوسايدال البرسوناليتي ديس اوردر مختلف انواعها، بوردر لاين، انتي سوشيال برسوناليتي ديس اوردر، كل البرسوناليتي ديس اوردر دي هنرجع لها تاني في سلايد جايه بعد كده. الريسك فاكتورز، الادلت سوسايد مهم جدا نتكلم عن الادلت سوسايد ونقول نسبه الانتحار فيهم
كبرت وبتزيد. وليه بتزيد؟ لأن اللي بيقرأوه بقى مختلف، اللي بيشوفوه بقى مختلف. ازاي الشخص اللي هو لسه بيشوف الحياة، لسه بيستوعب كل حاجة في الحياة، فيتعرض له فكر انتحاري. في كتب معينة وقصص معينة وحاجات معينة ممكن يشوفها تخلي عنده، بنسميه انتحار تقليدي، هو بيقلد الأفكار دي مش أكتر. بيبقى الريسك فاكتورز تانية اللي عند الأدلت سوسايد، الميل جندر بيبقى معرض أكتر، اتكلمنا عن الموضوع ده. الأولد كير جيفر، لو هو عنده كير جيفر، أبوه أو الشخص أو والدته أو الشخص اللي هو هي از كيرنج اوف هيم، هو شخص كبير في السن فمش قادر يرعاه، مش قادر يوفر له احتياجاته او حتى يتكلم معاه بالسن اللي يناسبه، يعني هو مش سن قريب منه يقدر يتفهمه. الاكسس تو فاير ارمز، السبريشن اور ديفورس اور ديبريشن اند سبستانس ابيوز، فده الادلت سوسايد. الادلت سوسايد مشكله خطيره في المجتمع، ده اكيد. السوسايد ملخص بعد ما احنا اتكلمنا ايه الشيء الايجابي في الريسك فاكتورز، ان the absence of mental illness and the substance abuse as well as the presence of strong social support system decrease the likelihood that a person will kill himself. Having children who are younger than 18 years of age also tends to be a protective factor against mothers. الامهات اللي عندهم بقى اولاد تحت سن ال 18 بترعاهم، مشغوله. انا قلت لكم انك تبقى مشغول في الحياه كده، زي ما قلت لكم لما تبقى متجوز مش في مشاكل، بس مشغول فيها فمش هتفكر في الانتحار. فكره يعني فكره منطقيه تماما. ليه؟ حتى في الشخص، مين بينتحروا اكتر في السويد ولا كده؟ هم الاغنياء اللي معاهم فلوس، اللي هم رفاهيه الحياه مخلياهم مش بيفكروا في اي معاناه. في ايه الفكره اللي بتيجي في دماغهم؟ يأس من الحياه طبعا والانتحار. الساد بيرسونز سكيل، الساد بيرسونز سكيل عندنا من الحروف، هي دي نومونيك برضو، يعني من هتاخدوا اول حرف كده تلاقوا الحروف مترتبه بالظبط كده، هي بقى ساد بيرسونز، سكس، ايج، ديبريشن، البريفيوس سوسايد اتمت، دي ايه دي بعد اللي احنا قلناه ده ملخص احنا قلناه، ما احنا اتكلمنا على كل ده برضو، بس هنا ده سكيل بقى. الاكسسيف الكحول، الاتمت تو ريسيف ذا منتال هيلنس سيرفايس اوف اني كايند، يعني هو حاول قبل كده ان هو يعني راح لمنتال هيلنس وكان عنده مشكله وعمل سوسايد اتمت قبل كده، والراشنال ثينكينج لوس والسيبريتد اور ديفورس، اتكلمنا على الكلام ده، والاورجنايزد سوسايد بلان اتكلمنا عليها، بس كل الحكايه ان احنا حطيناها في سكيل وسميناها ايه؟ سميناها ساد بيرسونز سكيل. هنتكلم على ايه تاني؟ هنتكلم عن التايبس. احنا كده خلصنا الريسك فاكتورز، ناخد نفس تاني كده ونتكلم على التايبس، ايه التايبس اوف سوسايد، وشويه بقى نتكلم سايكولوجيكالي دلوقتي. يعني كلامنا دلوقتي، كلام قبل كده كان كلام ريسك فاكتورز وستاتستكس وكده، دلوقتي بنتكلم سايكولوجيكالي. وعلى فكره يعني الايجوستيك سوسايد ده فرويد هو مؤسس علم التحليل النفسي، فهنتكلم هنرجع له كمان شويه بعد كده في سلايد جديده، بس هي الفكرة في ان المصطلح ده بتاعه. يعني ايه ايجوستيك بقى سوسايد؟ ايجوستيك يعني سيلفش، جاية من سيلفش او الايجو. الايجو بيشتغل في صالح نفسك، يبقى انت عندك دايما رغبتك، انت ممكن يبقى عندك رغبة في اي حاجة، رغبة بقى شريرة حلوة، اي رغبة في اي حاجة، بس ايه اللي بيصلح الرغبة دي شوية؟ الموراليتي، الاخلاقيات اللي حواليك. فايه بقى اللي في النص؟ الايجو. الايجو هو اللي بيوازن بين رغبتك وبين الحدود اللي انت مضطر تلتزم بيها. فهنا man becomes socially isolated، لما شخص ينعزل or feels that he has no place in the society، بقى الأخلاقيات والقواعد بتاعة المجتمع دي ما تمثلوش أي شيء، ده هو isolated or feels that he has no place in the society. This is the suicide of self-centered person who has lacks the altruistic feeling. خد بالك، ما عندوش الإيثار، الالتروستيك دي بتيجي معنى الإيثار، ما عندوش إثارة غير ده خالص، ده هو بيفكر في نفسه، وطالما أنا isolated خلاص ما حدش ليه مكان في المجتمع، أعيش ليه؟ And is usually cut off from the mainstream of society. الالترويستك سوسايد، خدتوا بالكم من كلمة الترويستك من شوية؟ الترويستك سوسايد، الانتحار الإيثاري. يعني إيه بقى الانتحار الإيثاري؟ خلينا ما نترجمش كده ترجمة حرفية ونفهم يعني إيه انتحار، يعني إيه الترويزم؟ يعني إيه الإيثار؟ يعني إيه الترويزم؟ يعني أنا دلوقتي involved in the society، يعني أنا بيبقى عندي شخص دلوقتي قرر ان هو يموت نفسه من اجل مجموعه من الناس، من اجل حتى شخص، او من اجل يعني في يعني كان في قصه عن شخص
يعني فكرة ان انت تحدف نفسك على قنبلة عشان ما تأذيش غيرك مثلا في حرب، مثلا في حالة من الحرب كانت بتحصل، فكرة ان انت خلاص قرر انك في حالة من الحرب فانت هتموت مثلا، هتموت نفسك عشان خاطر ان انت تحقق منفعة للسوسايتي للمجتمع عموما، او ان انت بعد موت شخص عزيز عليك تقرر انك هتموت نفسك. فده كله ايه؟ ده كله ده كله ايثار. مش ايثار، الايثار ماشي مكان الترويزم هناخدها بمعنى ايثار، فانك تموت نفسك في حد، بس انك تموت نفسك بعد موت حد لان انت انفولفد ان ذا سوسايتي، انت مندمج في المجتمع لدرجه ان انت خلاص بقى فعل موتك هو من اجل الغير مش من اجل نفسك. This kind of suicide results from the over integration الاندماج في المجتمع of the individual into social proof. تمام، احنا فهمنا كده الالترويستيك سوسايد، ده مختلف طبعا خالص جدا عن الايجوستيك سوسايد. الانوميك بقى سوسايد، ايه الانوميك سوسايد؟ يعني ايه انومي؟ يعني ايه انومي؟ يعني انا دلوقتي عندي شويه قواعد، انومي دي من نورم، نورم دي عندي اللي هي الستاندردز، اللي هي اللي عندي كده العرف التقاليد بتاعه المجتمع، فلو التقاليد دي اتبعترت كده وما عادتش موجوده بقى حطيت قبلها ايه يبقى انوميك، نفيت الآية دي قلنا عرفته على طول ان هي بتنفي انوميك سوسايد. يبقى انا عندي ايه دلوقتي؟ انا عندي ما عادش فيه تقاليد المجتمع وعرف المجتمع ما عادش موجود. ليه ما عادش موجود؟ انا اعرف بقى دلوقتي this type of suicide is due to certain breakdown of social equilibrium، تغيير مفاجئ جه كده ليك في المجتمع، تغيير اقتصادي مثلا في المجتمع كله، ففجأة كل حاجة اتبدلت، كل المجتمع ممكن فكره كله يتغير في وقت من الاوقات زي المجتمع الفرنسي مثلا. فانا دلوقتي المجتمع الإسلامي شوية بيبقى محافظ بدرجة كبيرة على الأصول بتاعته الدينية وأصول التراث بتاعه، لكن أنا بتكلم على مجتمعات تانية. وحتى أنت نفسك يعني في مثال هنا سوسايد أفتر ويننج لوتري، بعد الفوز باليانصيب وبقى غني، صار شخص فقير بقى غني، فبقى عنده فجأة كل حياته اتغيرت. فالتغيير المفاجئ ده بيغير في النورمز بتاعتك، في اللي هي التقاليد بتاعتك والأعراف بتاعتك خلاص بتتغير فجأة، فده بنسميها أنوميك سوسايد. احنا ممكن نسميها فوضوية، يعني ممكن نسميها ايه؟ فوضوية anomic suicide. ايه تاني؟ الفيتاليستيك سوسايد. الفيتاليستيك اللي جاي من فيت المصير، this type of suicide عكس بقى اللي فات ده، عكس ايه ده؟ ده نتيجة ان مش عكس، عكس الاولاني خالص اللي هو egoistic اللي هو selfish اللي هو شخص منعزل، ده this type of suicide is due to over regulation وعكس النورمز، ده عكس، ده اساسي عكس النورمز. الفيتاليستيك عكس الانوميك سوسايد. ليه؟ لان ده اوفر ريجوليشن، ده المجتمع بقى منظم زياده عن اللزوم حواليه. هنا المثال جميل قوي، سليف، سليف كوميتس سوسايد. وخصوصا كمان ممكن يعني تخيل واحد عبد، يعني عبد نتيجة ان هو محطوط تحت قوانين دايما من السيد بتاعه، من الماستر بتاعه، مخليه دايما تحت قوانين شديدة جدا طبعا وشغل دايما وبتاع، وبيرتكب سوسايد. ليه مثلا؟ المثال تكملته ان هو بعد كمان ما مات الماستر بتاعه، مات السيد بتاعه مات، فلما مات هو عمل سوسايد. طب ده السيد بتاعك اللي هو دايما كان اللي هو مستعبدك، يعني انت عبد له، فتموت نفسك بعده. ايوه نتيجه اوفر ريجوليشن، لان هو بقى مندمج في المجتمع بشكل كبير جدا فخلاص بقى ما عادش يتحمل. وي ابارنت وومن اللي هي امراه واحدة مش بتخلف وكوميت سوسايد برضه. It's an example of fatalistic suicide. ده المصير، مصير ما جايب من المصير برضه. ايه ال psychological theories of suicide تكملتها ايه؟ احنا كده خلصنا خلاص، كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في ال types of suicide واتكلمنا عنهم واحد واحد وخلصناهم. التايبس اوف سوسايد دي لو انتوا لاحظتوا احنا بنتكلم دايما عن المجتمع، السوسيولوجي، السوسيولوجي ده ايميل دوركهايم ده هو اللي ابتدعه يعني، وايميل دوركهايم هو عالم الاجتماع ومؤسس علم الاجتماع. فازاي قال لك السوسايد ده مش بس متعلق بفكره ان الشخص وحالته النفسيه والمنتال ايلنس وال، لا في عوامل تانيه، في عوامل اجتماعيه، هو ازاي انفولفد في المجتمع والمجتمع تاثيره عليه ايه؟ اقتصاد ومش عارف ايه والايكونومي بتاع المجتمع، ويبدا استاتستيكال من هنا، وطب ما في الدول الغنيه، طب ما هنا الاحصائيات مختلفه، مجتمع كامل عامل ازاي؟ الموضوع مش متعلق بالفرد بس، فرد في حد ذاته عامل ماشي، عامل وجزء، بس الصوره كامله في المجتمع، الصوره كامله في المجتمع عامل ازاي؟ فكل حاجات التايبس دي هي لها علاقه بعلم الاجتماع، علم الاجتماع ازاي الشخص انفولفد في المجتمع؟ ايزوليتد ولا لا ده اوفر ريجوليشن ولا هو النورمز ما عادتش موجوده؟
فده ايه؟ ده سوسيولوجي. دلوقتي بقى هنروح فين؟ هنروح للسايكولوجيكال ثيوريز اوف سوسايد. فرويد مؤسس علم التحليل النفسي اتكلمنا عن السوسايد وقال لنا ايه السوسايد. احنا عندنا سوسايد از بيلت فروم اجريشن اور تنشن. وعشان نفهم ده قام جاي فرويد قال لنا ايه ده، في ايه ده، في عندنا ايه قوتين، قوه هي القوه اللي هي البناءه، القوه اللي هي دايما بتبقى عايز الانسان يبقى احسن، القوه البناءه جوه الانسان، وقوه تهديميه قوه بتدمر الانسان. وخد بالك القوه التهديميه دي دايما في توازن بينهم، الانسان لا عنده قوه بناءه هي المسيطره ولا قوه تهديميه هي المسيطره، دايما التوازن، حاله التوازن دي. فلو اختلت حاله التوازن دي ايه اللي بيحصل لي بقى انا كانسان؟ اللي بيحصل لي ان انا ببقى مش عارف اخرج القوه العدوانيه دي بره فبخرجها جوايا انا. فايه اللي بيحصل نتيجه؟ ان انا turned inward against love object aggression or tension turned inward against love object اللي هو انت، اللي هو الشخص اللي بينتحر، هو مين loved اكتر من نفسك يعني. دي نظرية فرويد. ونظرية إريك إريكسون ثيوري بيبقى الشخص عندي لما بيقدرش يحقق نجاحه. وفي المجتمع الحالي، المجتمع القديم مثلا كان شوية الناس فيه تابعة لبعضها، وشوية الناس ما عندهاش دايما انت ما عندكش الحريه، والله عايز تبقى ايثيست، عايز تبقى ملحد، عايز تبقى كذا، عايز تبقى كذا، تتحمل نتيجه افعالك، تتحمل نتيجه افكارك، عايز تشتغل هنا، عايز تشتغل هنا، اعمل اللي انت عايزه، ما عندناش مشكله، فريدوم، احنا عندنا حريه تعمل اللي انت عايزه، بس تحمل نتيجه افعالك. فالمجتمع الجديد لما بقى كده، خصوصا المجتمع الغربي، واحنا بقى عندنا ابتدينا يبقى عندنا ده شويه، البيبول دايما ما بعدوش بيبقوا سكسسفول. لما تبقى مع الحريه دي انسكسسفول بقى overwhelming feeling of guilt exceeds the ability to cope effectively. بقى انا بقى عندي احساس الذنب جوايا بقى بيعلى قوي، لان انا فعلا كنت خدت كل المسؤوليه عليا وقررت ان انا اي، وبقى اختيارات قدامي كتير، انا هختار ده ولا ده وده، محتاج اختار في كل حاجه. ليه؟ لان انا ما خدتش اساسيات المجتمع كده والتقاليد بتاعه المجتمع وحطيتها كده وامنت بيها واقتنعت بيها، لا انا قررت افكر في كل حاجه بنفسي، فده حمل وطاقه. فدي نظريه إريك إريكسون في السوسايت. ايرون بيكس قال لك ايه ايرون بيكس ده هوبلس ثيوري، دي بتتكلم اكتر بقى عن الدبريشن، هي اللي نقصد بيها الدبريشن. عندنا مثلث الدبريشن الترياد which states an individual has negative outlook، عنده نظرة قاتمة وسوداوية وحزينة على مين بقى؟ على نفسهم أول حاجة، نظرة قاتمة لنفسهم، ونظرة قاتمة للمستقبل، ونظرة قاتمة للمجتمع حواليهم the world in general. وأصعب واحد فيهم هو الfuture، المستقبل بتاعك ليه؟ لا يمكن تغييره الfuture خلاص، وعنده نظرة سوداوية ما تقدرش تغير النظرة دي، عنده خوف من المستقبل خلاص. لكن نظرته لنفسه تقدر تشتغل عليها، نظرته للمجتمع حواليه تقدر تشتغل عليها. النظره الاحباطيه بتاعت المستقبل دي اصعب واحده تقدر تغيرها. فالسوسيولوجيكال ثيوري برضو كويسه جدا. السوسيولوجيكال ثيوري ممكن ندي امثله على كل واحده منهم بس هياخد مننا وقت. الريفنج الانتقامي، تخيلوا شخص بينتحر وبيتخيل جواه ان هو شخص سايكولوجيكالي كده يا جماعه، بيتخيل جواه شخص بالمواصفات اللي هو بيكرهها، يعني شخص اخر بيكرهه فيقوم متخيل جواه ويقوم منتحر. شوفوا فايت كلاب ومش هحرق فايت كلاب، شوف فايت كلاب فيلم جميل جدا وبيناقش فكره زي كده. الفكره ان هو بيقرر ان هو ينتحر عشان ايه؟ عشان خاطر يرفنج من شخص تاني عن طريق ان هو يتمثله جواه، والكنترول ان هو يحس ان هو شخص متحكم فيه فينتحر، البانشمنت ان هو عايز يعاقب يعني بنتكلم بشكل سطحي عن كل واحده بس عشان سريعا كده، والساكرفايس والاسكيب والريبيرس. الريبيرس ده الريانكارنيشن، هو فاكر ان هو هيرجع تاني، يعني لما يموت او ينتحر هيرجع تاني في هيئه شخص جديد، فهيئه الشخص الجديد ده هيبقى شخص احسن وافضل وحياته تبقى افضل، فيقرر انه ينتحر عشان كده يعني، او انه يعاقب الناس اللي حواليه، انا انتحرت اهو يلا انتوا السبب بقى، فهنا بانشمنت. فده من ناحية سوسيولوجيكال برضه، لو ركزتوا كده تلاقيها كلها متعلقة بالسوسيولوجي، المجتمع حواليه عامل ازاي. تمام، احنا ادينا للسايكولوجي حقه، عشان بعد كده هيبقى في حاجات سريعة مش مستاهلة شرح، مش هنديها الوقت ده. النيورو ترانسميتر امبالانس، انا عايز اسألكم انتوا ايه تتوقعوا ايه النيورو ترانسميتر اللي يعني اللي بيحصل هنا في النيورو ترانسميترز؟ يعني ايه اللي بيزيد في حالة الاستريس مثلا؟ اكيد ايه اللي بيزيد؟
النورابينفرين والسيروتونين والكورتيزول برضه بيزيد حالة الاستريس. طيب لو شخص عنده ديبريشن ايه اللي يحصل؟ ايه اللي هيزيد ايه اللي هيقل؟ السيروتونين يقل، النور ابينفرين ده هرمون برضه مسؤول نوعا ما عن السعادة، يقل في الدبريشن. كورتيزول يزيد. ليه؟ لان شخص ديبريزد وعنده سوسايدال ثوتس وبتاع، ديبريزد كورتيزول هرمون اوف ستريس، يزيد الهرمون اوف ستريس. ليه؟ لان هو شخص ستريسد برضه، الدبريشن في حد ذاته ستريس برضه، فالكورتيزول يعني هو هيزيد ويبقى مسؤول عن الجانب ده. فالمهم برضه تعرفوا الهرمونز والحاجات اللي بتزيد وبتقل وكده عشان ده يسأل عليه. مانجمنت اوف سوسايد الاميديت والشورت تيرم، تعمل ايه اميديت دلوقتي حالا، تعمل ايه عشان تقدر تمانج الشخص اللي عنده سوسايد اميديت عشان انقذ الشخص ده. ادميشن سايكياتريك بي اس ميديكال ووردز، انا لازم على طول اوديه سايكياتريك، مش هو اتاكد شخص سوسايد وبعد كده هناخد دياجرامز تانية توضح لنا بالظبط نعمل ايه اكتر لو هو كذا او كذا او كذا. يعني instructions to nurses، تبقى مدي تعليمات كويسه جدا ان النيرس ازاي مش هتعامل مع اي شخص زي شخص عنده suicidal thoughts او حتى حاول انتحار. النيرسز لازم تبقى فاهمه كويس بتتعامل مع شخصيه عامله ازاي. المانجمنت اوف ميديكال بروبلمز، ازاي اقدر اتعامل مع المشاكل الطبيه. والانفولفمنت اوف فاميلي، ان انا اقدر لو عنده ميديكال بروبلمز هي السبب في السوسايد، او الانفولفمنت اوف فاميلي ان انا ابدا ادمجهم معايا وافهمهم الحاله كويس قوي هي عامله ازاي. بعد كده بقى على الشورت تيرم، بعد كده بعد ما قدرت اعمل الحاجات دي فعليا، بعد ما الشخص جه على طول، بعد ما الشخص وصل للمستشفى والميديكال ووردز، اعمل ايه بقى؟ اترانسفير تو سايكياتريك وورد، خلاص بقى مستشفى نفسيه متخصصه تقدر تتعامل معاه وتعالجه. اتريت سايكياتريك ديس اوردر، ابدا اتعامل مع السايكياتريك ديس اوردر اللي عنده، ادي علاج للسايكياتريك ديس اوردر. لو عنده سكيزوفرينيا مثلا دي انت سايكوتيك على طول، لان ده هيبقى علاجه، ده اللي هيبقى مسؤول بنسبه كبيره عن انه يطلع افكار حراريه من دماغه. مانجمنت اوف سوشيال ستريس وسايكولوجيكال تريتمنت، بعد ما عملت المين الفيرست لاين بالترتيب كده، لان سايكولوجي انا مش هقعد اتكلم مع العيان قبل ما اعمل الكلام ده، فالسايكولوجيكال مش السايكياتريك، سايكولوجيكال تريتمنت يبقى في الاخر. المانجمنت اوف سوسايد ده دياجرام جميل قوي يعرفك بالظبط انت لما تشوف شخص عنده افكار انتحاريه، اول حاجه بيشنت اكسبريس سوسايدال ايديشن، وعنده مجرد فكره انتحاريه، يعرفك بالترتيب كده هو شخص جاي لك بفكره انتحاريه، فتعمل ايه اول حاجه بالشخص اللي جاي لك بفكره انتحاريه؟ البيشنت هاد سوسايدال بلان، تتكلم معاه وتعرف بالظبط، وعنده خطه واضحه جدا كده وبالتفصيل هو هيعمل ايه بالترتيب كده، وعنده خطه واضحه هيعمل ايه سوسايدال بلان كده واضحه ولا ما عندوش؟ لو ما عندوش دي حاجه كويسه، يعني انه ما عندوش سوسايدال بلان بيقل الريسك ان هو ينتحر. لو ما عندوش خطه الراجل، او عنده فكره، عنده عايز ينتحر، عنده فكره وعنده تشاؤم من هنا ومن هنا ومن هنا، بس ما عندوش سوسايدال بلان صريحه، هننتحر عشان كذا، هننتحر بالطريقه الفلانيه باستخدام كذا وفي المكان الفلاني وهعمل كذا وهعمل كذا. طيب لو هو عنده سوسايدال بلان، في سؤال تاني، وعنده اكسس تو ليثال مينز، حاجات في وسائل مميته وعنده اكسس ليها، زي ايه؟ زي طبعا حبوب، زي الاسلحه، زي اي نوع الاسلحه. وهاز بور سوشيال سبورت اند بور جادجمنت فور سيفتي، عنده السوشيال سبورت بتاع الدايره اللي حواليه، وشخص ايزوليتد مش عايش مع حد، ده طبعا بيزيد الريسك بتاعه، وما يقدرش يحكم على قد ايه هو، يعني هو الشخص عنده كمان ما يقدرش يحكم على اساليب الامان حواليه عامله ازاي، يعني هو في بيئه امنه ولا مش امنه، هو نفسه مش قادر يحكم يعني، وبيعمل افعال معينه بتخليه في معرض اكتر للخطر. كانت ميك ا كونتاكت فور سيفتي، نفس الكلام، ما يقدرش ايه برضو يحافظ على الامان بتاعه. ده في الحاله دي طبعا هوسبيتالايز البيشنت وهحطه في الهوسبيتال. لو هو ما عندوش الكلام ده، ما عندوش ليثال مينز، كل الكلام ده حط نو قبله، يبقى انا قلل الريسك فاكتور عندي برضو، ما عادش نفس الريسك اللي انا كنت حاطه. طب هو في الحاله لو هو ما عندوش سوسايدال بلان، ما عندوش خطه واضحه وصريحه كده انا هينتحر ازاي، او هو ما عندوش عنده سوسايدال بلان بس ما عندوش اكسس، ساعتها هعمل ايه؟ مش هسكت برضو، يعني ده الشخص ده عنده سوسايدال ايديشن، عنده فكره للانتحار، عنده افكار انتحاريه، ما بسيبوش، ما عندوش نو بلان ونو اكسس، بس ايفالويت for psychiatric disorder. خلاص بقى عندنا الوقت بقى، ماشي، مش emergency، مش هحطه في المستشفى، بس عندنا الوقت لازم اشخص الشخص ده لو عنده psychiatric disorder. بعد ما شفت عنده psychiatric disorder، لا اتريد بقى لو هو مثلا عنده depression, antidepressant, antipsychosis, antipsychotic،
ابدا اعالج، يعني اعالج حاله ريهاب سيتويشن اند انديفيدوال اند فاميلي ثيرابي. طيب بعد كده اعمل ايه؟ ذا بيشنت داز نوت ريسبوند اوبتيمالي ريفير تو سايكاتريك كونسلتنت. يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى في لو هو برضه ما عملش ريسبوند العلاج ابدا بقى. طب انا قبل كده كنت فين؟ وانا كنتش عند سايكاتريك كونسلتنت؟ لا، انا كنت انا بتعامل معاه، يعني انا كنت الاول بعمل له ايفالويشن وكده. How to intervene مع شخص برضو عن suicidal. هنلاقي نفس الكلام متعبت، فهنبدأ نسرع شوية. Maintain close observation of the client. تبدأ تتابعه كويس قوي، يعني بحيث انك تبقى متابع قوي هو يقدر لما ياخدش حبوب ما يستخدمش اي آلة حادة، تبقى بص عليه كويس قوي. Provide one to one contact, constant visual observation or every 15 minutes. نفس الكلام. Place in a room close to nurses. طبعا الكلام منطقي جدا. Don't assign private room. Accompany whenever necessary. Make rounds as frequent. Irregular. وركز على regular دي. Regular هو ياخد باله، هيتوقع انت هتيجي امتى. انما irregular intervals. Especially at night toward the early morning. At a change of shift. ما يعني ايه بقى الكلام؟ يعني especially at night. ليه؟ لان بالليل انت منطقي انك مش تبقى موجود بالليل، لا تبقى موجود بقى لان انت شخص بيفكر في الانتحار. towards early morning، وبرضه مع طلوع الصبح كده. at a change of shift، في وقت تغيير الشفت مفيش حد، لا يبقى في حد، ده شخص عندنا افكار انتحاريه. other predictable busy times for the staff. اي وقت مشغول فيه الستاف يعني ابدا ان انا اعمل ده. الكلام ده حلو ومهم برضه. treatment options، احنا كنا بنتعامل ايه؟ management. ابدا الخطوات بتاعتي ايه؟ تكنيك treatment options ايه؟ طبعا مش السايكو ميديكال هو اهم حاجه، بس سايكو فارماكولوجيكال مش اهم حاجه. بس انا مهم عندي برضه. يبقى يعني مش اهم حاجه. هو لو عنده سايكاتريك النس هو اهم حاجه، بس غير كده هو لو مجرد فكره انتحاريه مضطر اخد خطوات معينه، مضطر اتعامل مع الشخص اشوف ايه مشاكله يعني. فهو مش كل حاجة، أقصد مش أهم حاجة، مش كل حاجة. سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهبيتور اس اس رايز، سواء بقى أسماء الأدوية دي بروزاك زولوفت أو باكسيل، أنتوا عرفتوا الأسماء الأدوية دي أو هتعرفوها أكتر في الفارماكولوجي بتاع السايكاتري. الإن اس رايز اللي هو النور أدرينالين سيروتونين ريابتيك انهبيتور، عندي برضو الأدوية دي هتستخدم أكتر كمضاد اكتئاب. السايكولوجيكال بقى أعمل إيه؟ الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي CBT focuses on changing maladaptive or irrational thoughts. الشخص ده عنده suicide is irrational thought. أو irrational thought process through various treatment. For example, suicide is irrational thought. الانتحار هو فكرة غير عقلانية. فأنا مضطر أتعامل معاها بناء على ده. يعني إيه بقى؟ إن أنا أحاول أغير له الفكر ده. في تفاصيل الـ cognitive behavioral therapy برضو، وأنت هتكلم عن الـ cognitive behavioral therapy في التريتمنت في الاخر، يعني في اخر السايكاتري. الالكترو كونفالسيف ثيرابي، الالكترو كونفالسيف ثيرابي اكشوالي هو دلوقتي كويك ومش نوت بينفول، اتس بينلس وافكتيف. وهو اي نعم شورت تيرم بس افكتيف مع الاكتئاب، افكتيف مع السايكوزس. فاحنا في ستيجما عليه، بس هو مش بالسوء ده. Suicide prevention. ازاي امنع السوسايد؟ Decreases availability of lethal weapons. ما تبقاش متاحة في امريكا. في امريكا مثلا انت تشتري اي سلاح من غير ترخيص، تقدر تشتري اي سلاح في اي وقت. It's available. Limitations on sale and availability of alcohol and drugs. طبعا احنا عارفين ده كويس قوي، انه available فين ومش available فين. Increase public and professional awareness about depression and suicide. Less attention and reinforcement of suicide behavior on media. Community-based crisis intervention clinics. Crisis suicide ممكن يبقى crisis. طبعا ممكن يبقى crisis. في دول الأعداد فيها زيادة جدا 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 عن دول. إيه التفسير؟ تفسير كتير في إحنا قلنا factors كتير جدا وrisk factors كتير بتلعب دور. ففي ساعات السوسايد نفسه بيبقى كرايسس خلاص، فلازم تشتغل على الموضوع. ازاي بقى السوسايد كرايسس؟ campaign to decrease stigma associated with psychiatric care. ده مهم جدا، مهم جدا. نظرة الناس للستيجما، نظرتهم
للشخص اللي عنده psychiatric disorder مهم جدا جدا جدا، بتفرق في المجتمعات بشكل كبير جدا، ودي من النقط السلبية عندنا عن مجتمعات تانية بره. احنا دلوقتي اتكلمنا عن السوسايد، انا حاسس ان احنا اتكلمنا عنه باستفاضة شوية، مغطينا اهم حاجة السايكولوجي والسايكاتري، بقية الفاكتورز تقدروا انتوا حتى تدوروا عليها بعد كده وتفكروا فيها، احنا فتحناها بس. لكن دلوقتي هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الفايولنس. واحنا لما عرضنا السايكاتريك ايمرجنسيز قلنا الديفرنت سايكاتريك ايمرجنسيز دي، قلنا كلهم يعتبروا سايكاتريك ايمرجنس، بس احنا ركزنا على ايه؟ ركزنا على السوسايد، وركزنا على، هنركز دلوقتي على الفايولنس، لكن بقيه الحاجات قلنا بتتشرح في وقتها في مواضعها. فالفايولنس اند اكسايتمنت، definition we all know what violence is. كلنا عارفين ايه هو الفايولنس. violence is an extreme form of aggression. تحت عناوين كتير هو بتصنف violence، الاسالت، الاهانه، الريب، المردر، الهوموسايد. عرفنا ان الهوم، هنعرف او عرفنا ان الهوموسايد هو القتل الغير بقى، مش قتل نفسك، physical sexual abuse. الهوموسايد هو intentional act of doing harm to another person، بإرادتك رايح تأذي غيرك. What makes a person violent؟ عايزين نفهم برضو psychologically ايه اللي بيخلي الشخص عنيف. الإحباط، الـ frustration، exposure to violent media، الميديا، الإعلام بيأثر بنسبة كبيرة جدا، السينما بتأثر بنسبة كبيرة. الـ violence in home or neighborhood، tendency to see other people's action as hostile even when they are not. ده indicator ان هو شخص نفسه عنيف. ليه؟ لانه هو بيتوقع العنف من غيره وهم مش عنيفين، وبياخده مبرر لانه يبقى عنيف، لانه هو مجرد انه بياخده مبرر، هم نفسهم يتلكك بالمعنى العام بتاعنا، بس هم مبقوش hostile بس عشان هو يبقى hostile. What makes a person violent؟ certain situations also increase the risk of aggression. drinking، الكحول، الانسالتس، ان شخص يهينك فتبقى انت، او شخص الاهانه في حد ذاتها بتؤدي ان الشخص التاني بيبقى violent. the other provocation environmental factors like heat and overcrowding، دي نوعا ما بتحصل لنا كلنا يعني. the types of violence and abuse، هنتكلم هما types كتيره بس كله كلام متوقع وسهل. physical violence، الارم تويستنج، الكيكنج، البايتنج، الضرب، كل اشكال الضرب، سترانجلنج، الخنق، شوكنج، الخنق برضه، بيرنينج، الحرق، الاوفر ميديكيشن، الاسالت ويز ان اوبجكت ويبون. يعني ايه اوفر ميديكيشن؟ يعني انا عندي شخص ادويه كتير عشان اذيه، باينه. الاسالت ويز اوبجكت اور ويبون، ثريتس ويز ان اوبجكت اور ويبون، ستابنج اند ميردر، ده الاكستريم بتاع الفايولنس بتاعنا في الفيزيكال فايولنس. لكن عندنا سيكشوال violence، سواء بالفورمز المختلفة بتاعها، الساديزم، الماسوشية أو المازوخية، الإيموشنال violence، نيم كولينج، إنك تقول لشخص اسم بيبقى مصدر إهانة يعني له مش اسمه، constant criticism، النقد المستمر الغير بناء طبعا بين بين طبعا الأزواج وبين في الريليشن شيب بتاعته، بريمينج او ريليشن شيب بروبلمز اون يو، كل واحد طرف بيلوم عن التاني او طرف معين بيلوم عن التاني، بيلوم كل حاجة على التاني، مش بيحاولوا يشوفوا ايه المشكلة عندهم ويصلحوها. not allowing you to have contact with family and friends، destroying positions، threats. احنا كل الحاجات دي ممكن نفكر ونلاقيها بن experience الحاجات دي في حياتنا كل شوية، والجيلسي، الغيرة، تأدي نوع من انواع الشك. يعني العنف بنسميه هنا emotional violence، it's not actually violence، مفيش فيه عنف على ارض الواقع، لكن emotional، emotional لا يقل عن violence العادي. psychological violence، انا ما بعمل لكش حاجة بس انا threatening، بهدد، to harm you، your children، your family if you leave، threatening to harm themselves. تخيل بيهددك ان انا هأذي نفسي، ويبقى violence اتجاهك انت. ليه؟ لان انا ذنبي ايه ان انت بتهددني ان انت تأذي نفسك؟ انا ذنبي اتحمل المسؤولية دي.
types of violence and abuse, spiritual violence, trying to prevent you from practicing your religious or spiritual beliefs. مهم جدا جدا جدا، خصوصا لما اتنين يتجوزوا بديانات مختلفة، ويبقى كل واحد منهم عايز يفرض آراءه ومعتقداته الدينية على التاني. فرض violence، مش عرض آراء وعرض فكر. spiritual violence making fun of your religious or spiritual beliefs. types of violence cultural violence female circumcision الختان الإناث. violence against girls who are young. احنا دلوقتي بنتعامل معاهم من خلال سواء بقى من مفيش في كتاب مقدس، سواء انجيل التوراة القرآن، مفيش فيه حاجة بتدعو لكده، ولكن هي cultural thing not religious thing it's a cultural thing. فاحنا دلوقتي امام مشكلة كبيرة جدا هي في المجتمع. ما ذنب هذه الانثى ان هي تعاني الاضرار بتاعت حاجة زي كده، ان هي سواء من مجرد ان هي difficulty in urination لحد ان هي يبقى في severe bleeding ويبقى في shock وفي دس. فالfemale circumcision نوع من انواع الفيولنس طبعا، ولازم يتواجه ولازم يتحسن في المجتمع. والريب ماريج، عندنا فيلم اسمه ايام نجوم، او فيلم مش باين من طبعا لان البوستر نفسه انجلش، لكن هو فيلم ايه، فيلم يمني، او الفيلم روائي طويل بيناقش مشكلة بنت قاصر بتتعرض لحاجة زي كده، بنت قاصر بتتعرض لزواج وبعد كده انا مش هحرق الفيلم، بس هو الفكرة القصة المعاناة بتاعتها في رحلة زواجها هي القصة، ومحكية بطريقة جميلة، وفيلم ايراني عبقري يعني. types of violence and abuse verbal abuse مجرد كلام constant criticism name calling repeated insults recalling your past mistakes طبعا تفكير دايما بالاخطاء بتاعت الماضي دي اسوأ حاجة ممكن انسان يعملها لحد في الكون يعني expressing negative expectations expressing distrust financial abuse يعني انا عجبني جدا المثال اللي قال destruction of your personal property مش ده اللي بعده not allowing you to attend school تخيل ان financial abuse في دي يعني انت دلوقتي كأب لما توديش ابنك المدرسة وانت مسؤوليتك كده وكده يعني نعم مش فلوسهم هي فلوسك بس دي مسؤوليتك انت مش خلفتهم دي مسؤوليتك تجاههم فده violence تجاههم وabuse وfinancial abuse forcing you to work outside home or refusing to let you work outside the home سواء دي او دي طالما دي against رغبتك controlling your choice of occupation تحكم في شغلتك انت تشتغل ايه وتشتغلش ايه طبعا بين الازواج وبعضهم. types of violence and abuse neglect not providing needed shelter medication food or clean clothes. في فيلم اسمه ايه اسمه لكاتل سون كو the 400 plus الـ400 الضربة. هو فيلم بيعبر ازاي انا عجبني neglect is abuse وviolence ازاي ده مجرد تجاهل في حد ذاته violence وabuse. في الفيلم ده بيعرض معاناة ازاي الطفل عم يعيش في بيت بيتم فيه التجاهل ازاي ده بيأثر على سلوكه هو في حياته والسلوك الاجرامي اللي هو اتخذه. فانتوا تشوفوا الفيلم انا مش هحرق، ولكن فيلم جميل جدا لفرانسوا تروفو ده مخرج فرنساوي. types of homicide أنواع الهوموسايد، احنا اتكلمنا عن الهوموسايد قبل كده وقلنا ده قتل الشخص لشخص غيره بقى سوسايد انك تقتل نفسك، الهوموسايد انك تقتل غيرك كمان. conviction of murder متهم بجريمة قتل وقتل انه قتل شخص بالفعل. infanticide بس دي بقى عندنا postpartum psychosis postpartum psychosis عندنا postpartum depression وعندنا حاجة اسمها البوست بارتم بلوز دي كومون اكتر يعني الحزن والدبريشن اللي بيجي بعد الولادة ده 50-80% تقريبا. والبوست بارتم سايكوز انا عم نسبته قليلة حاجة 2 من 10 5 من 10% وبس. ايه بقى بس بوست بارتم سايكوز is very dangerous لان هي ممكن تهارم herself ممكن تهارم البيبي نتيجة ممكن يحصل infanticide بتقتل الطفل يعني. فعشان احنا واخدينه في الهوموسايد
فده السايكوزس نفس الاعراض بتاعت السايكوزس، فالهالوسينيشنز والديليوجنز والحاجات دي تخليها تعمل حاجه زي كده. طبعا سيكشوال هوموسايد فروم بانيك اور ساديستيك كيلينج، الساديزم الساديزم في السيكشوال هوموسايد هو ان اكت وديس اوردر وكل حاجه، بس انه يوصل لدرجه ان هو يتحول انه بيمارس عادي وبشكل معين، لكن ان هو يوصل لدرجه انك سيكشوال هوموسايد، انه يؤدي لانك من السادزم، الساديزم ديس اوردر ده يؤدي لان انت تقتل الشخص اللي بيحصل بيتم معاه السيكشوال انتركورس، توصل لحد القتل، مالتيبل هوموسايد متكرر بقى، يعني كانه سيريال كيرر بالظبط، يعني مالتيبل هوموسايد. هوموسايد فولود باي سوسايد، بيجي بعده ان هو تقتل شخص، شخص بيقتل شخص وبعد كده يموت نفسه. يوثينيجيا اند ميرسي كيلينج اتكلمنا عليها، واتكلمنا ازاي كونتروفيرشنال، يعني اتكلمنا ازاي عليها جدل، بس مش نقطتنا. نقطتنا في ان هي ايه، هي سوسايد، وفي حالات بتبقى هوموسايد انك تقتل شخص. هنا طالما من هنا انت مش واخد الموافقه، طالما يوثينيجيا جت مع الهوموسايد يبقى انت مش واخد موافقه الشخص، انت اللي قتلته. causes of violence biological causes testosterone serotonin hypoglycemia، زي ده بيؤدي لان هو يبقى عنده violent. testosterone ده هرمون الذكوره مسؤول طبعا بنسبه عن ان هو الشخص يبقى عنيف، ان الشخص يبقى aggressive. السيروتونين بيلعب دور، هو مسؤول عن شويه يعني السوشيال ستيتس بتاعتنا والتوازن بتاعنا شويه، السيروتونين بيلعب دور في حاجات كتير، فاكيد له دور في الفايولنس. الهايبوجلايسيميا ان الجلوكوز يقل البرين، فتبتدي انت تعمل ايه، فتبتدي ان انت البرين نوت وركينج 100% ناو، لان الجلوكوز قليل عنده، فتبتدي يبقى فيه سورت اوف فايولنس، نوع من انواع العنف. وفي اسباب تانية طبعا، الحاجات دي كلها تأثر على البرين، او الالكترولايتس مش كفايه، هيد انجري، بور نوتريشن، انفايرمنتال ايفنتس از اكسبوجر تو ليد بينت. الليد بينت نفسه سواء بيبقى موجود ساعات دهان، الليد لما بيدخل في الدهان في لعب الاطفال في الجدار في الدهانات دي بيؤدي طبعا البرين انجري، الليد توكسيستي. الكوزس اوف فايولنس، فايولنت ان ذا فيرست بليس، هو مش نتيجة mental disorder، مش نتيجة psychiatric disorder، لا هو violent نتيجة أسباب تانية. in the first place acute intoxication, metabolic disorder, infectious disease, cardiovascular, intracranial disorder, acute withdrawal بتاع الكحول بتاع أي حاجة, trauma, environmental injury, psychiatric disorders, hypoxia. in the first place violence, the main thing is violence, مش بعد psychiatric illness وأعراض كتير وسيمتومز كتيرة. ده اللي فهمته يعني من عنوان اللي هو حاطه ده، الأكيوت انتوكسيكيشنز. طيب كل الحاجات دي طبعا بتأثر، لا إما بتأثر على البرين، لا إما بتأثر بتعمل مشاكل، لا إما بتأثر في الإلكترولايتس النيوتريشن اللي رايح، فيبتدي إن الشخص ده يبقى عنده سورت برضه من أنواع الفيولنس اللي عنده. لكن عندنا سكندري تو مينتال ديسوردر، هل حاجات مشتركة، بس أعتقد يعني إن هو قصده بيها إن هو يبقى إيه، يبقى في من مين بروبلم بقى هنا، اللي هو اول حاجه المينتال ديس اوردر هو اللي ظهر الاول وظهر بكل اعراضه، وبعد كده زي ما هو الدراج ديبندنس، عندنا السبستانس ابيوز ديس اوردر هو نفسه ديس اوردر، والالكوحول ديبندنس والاكيوت انتوكسيكيشن، سكيزوفرينيا، كاتاتونيك اكسايتمنت، الاجيتيتد ديبريشن. ايه الاجيتيتد ديبريشن؟ هو السايكوموتور اجيتيشن اللي بيبقى موجود في الديبريشن، لما انت خدت الديبريشن سايكوموتور اجيتيشن الشخص نفسه يبقى فيه نوع من انواع اللي هو السايكوموتور هايبر اكتيفيتي، ونوع عصبي شويه الديبريشن معاه برده شويه، الريستلسنس اللي هو مفيش اريحيه في الديبريشن برده بيبقى مصحوب بكده. يعني البايبولر، الابيليبتيك اكسايتمنت، البيرسوناليتي ديس اوردر، الانتي سوشيال، ده فايولنس، بيبقى فيه فايولنس طبعا لان هو بيبقى فيه كريمنال اكتيفيتي وبيبقى فيه مشاكل. البوردر لاين هو شخص مش ستيبل، هو شخص بيتراوح ايموشنالي حتى، فطبيعي ان هو يبقى عنده سكندري، تتوقع عنده سورت من انواع الفايولنس، فايولنت بيهيفير، ديليريوم اند كوجنيتيف ديس اوردر وذ فرونتال تمبورال لوب انفولفمنت، برضه بيبقى مع صاحب بيها الفايولنس.
طيب ال prediction of violence، ال male gender، ده برضه احنا بنعيد نفس الحاجات. يعني ايه الحاجات اللي ممكن يبقى فيها violence بعد ما قلنا الكلام ده؟ خدوها زي scale كده برضه، ال male gender، ال history of violent victimization، ال ADHD عارفين انه بقى فيه hyperactivity و impulsivity، لما خدتوا او هتاخدوا ال child disorder هتعرفوا الكلام ده، ال learning disorders اللي هو منها ال ADHD برضه، وعنده مشاكل في التعلم، هو مش فكرة بقى ان ده بينتج عنه نشاط عنيف، وال hyperactivity، ال history of early aggression behavior، الدراجز، الالكحول، التوباكو، اللو اي كيو طبعا بيبقى متوقع منه يعمل اي حاجه، البور بيهيفير كنترول، الهاي ايموشنال ديستريس. البريدكشن اوف فايولنس عندنا نعمل ازاي بقى اسسمنت كده كويس قوي وما يختصر في اي بي سي والدنيا جميله، الاي البي السي، الاسسمنت، الميديكال هيستوري مهم عشان استثني كل الحاجات اللي احنا قلناها لما قلنا ان ذا فيرست بريس، وقلنا جايين بقى حاجات كتيره والتروما والمشاكل الكتيره والكترولايت والحاجات الفيزيكال اللي احنا قلناها، فابتدي اطمن بقى السمباثاتيك شغال ازاي. جزء اصلا من ان هو عنده فايولنس ان هو في الفيزيكال ايلنس ان السمباثاتيك شغال فبيؤدي انه عصبي. الاورينتيشن سيمبتومز اوف اسكليشن فلاست، اللي هي ايه بقى، فلاشد سكين، دايليتد بيوبل، سمباثيتك يا باشا، شالو رابيد ريسبيريشن اند perspiration، behavioral indication، behavioral بقى بتاعته تبدأ تلاحظ ال behavioral نفسه وتبدأ تشوف لو هو شخص بيبقى عنده clenched end قافل ايده كده، فبتحس ان هو خلاص هو عايز يعمل حاجة عصبية، عايز يعمل حاجة عنيفة. ال overtly irritable or hostile behavior واضح يعني في عينه وفي حركته وفي قعدته وفي حرقه وفي مشيته وبتاع وفي خبطه في الحاجات، فلا البيهيفير بيبقى واضح. الكونفرزيشن مهم جدا انك تعمل كونفرزيشن، ليه؟ لان هتاسسمنت للدينجر، كونفرزيشن معاه تعرف بقى ان هو عنده intent to harm him or himself، تعرف هو عايز him or herself or others، the availability of weapon, hallucinations, substance stuff. من غير conversation معاه بتاخد history منه، يعني بتاخد تتكلم معاه بتفهم منه كل حاجة عشان تعرف بالظبط قد ايه ال danger اللي هو ممكن يسببه وال violence بتاعه سواء لنفسه او لغيره. خد بالك من الحاجات دي، ده ال approach بتاعنا، ان بس العنوان بتاعنا ايه، take care، تبقى خد بالك ليه بقى، لان انت وانت بتتعامل مع الشخص ال violent ده، طيب نعم عايز تعالجه وعايز تعرف ايه مش سبب المشاكل عنده وكل حاجه، بس عايز تاخد بالك انك ما تاذيش نفسك، ما تاذيش اللي حواليك، وما تاذيش المكان ولا اي حاجه. arrange for adequate help، avoid confrontation to save the patient، يعني ما تواجهوش وجه مباشره كده وهو عصبي ده، يعني حاول انك تتعامل بافضل طريقه. never attempt to evaluate an armed patient، مش ماسك سلاح وحاطه في وشك وتبدا تيفالويت انت عملت ايه بقى، وانت عندك نيه تنتحر، وانت عندك نيه قصدي تاذي غيرك ولا معاك حاجه ولا ايه، لا انت مش بتعمل له evaluate وهو armed، عندك سايكياتريك illness ده هو armed قدامك. carefully search for any kind of offensive weapon، anticipate possible violence from hostile threatening behavior، other person should be present، ما تبقاش لوحدك مع شخص عنده violent behavior مش متوقع هيعمل ايه، مش متوقع انت هتحتاج شخص تاني ولا لا، فتبقى معاك اصلا شخص تاني. security guards، police officers، keep the door open for an unavoidable exit، طبعا مهم جدا عشان ما واضحة الدنيا، يعني restraint if needed، يعني انك تكتفه كده. management of violence، calming environment can reduce the risk of violence، بيئة هادية، احنا بنتكلم عن مواصفات المكان برضو اللي تخليك ما تأذيش نفسك، ما تأذيش اللي حواليك، ما تأذيش المكان، فيبقى قلب ما تأذيهوش طبعا. pleasant environment in which there is no overcrowding، predictable ward routine، انتوا عارفين قوي بتعملوا ايه، في روتين واضح، مش في شخص violent احنا جبناه انا جبتوه انا ومش عارفين بتعملوا ايه، لا انت موجودين المكان المناسب اللي الناس فيه عارفة هي بتتعامل مع الشخص ده ازاي. good range of meaningful activities، زي ما احنا نفس المعنى meaningful activities، مش مجرد في عبثيه وفي عشوائيه في المكان. well defined staffing rules، نفس الكلام. good staffing levels، ماشي، على فكره كلها حاجات بنفس المعنى بس الليفل بتاعهم يبقى ايه، يبقى كل واحد على درجه من الكفاءه العاليه. يعني privacy and dignity without compromising، ما تتنزلش، اوعى تتنزل، مش مجرد ان هو شخص عنيف انك تتنزل على كرامه المكان او تتعامل بافضل طريقه، طالما جبت في المكان ده يبقى انت قادر تتعامل معاه، ما تجيبوش يهين الناس الموجودة أو يهين المكان. management of violence، الhospitalization مهم، restraint مهم انك تكتفه ويبقى
محافظ عليه كده مهديه، هتكتفه ازاي؟ محتاج تعمل ترانكوليزيشن. تعمل يعني ايه ترانكوليزيشن؟ انا اعرف دلوقتي. والفيزيكال ريسترين انك تكتفه طبعا يدويا، كيميكال ريسترينت اللي هو الترانكوليزيشن اللي هو دراج يعني، هتديله ترانكوليز. لو هو مثلا عندي انت سايكاتيك، عنده سايكاتريك النس زي ايه، زي السكيزوفرينيا، عنده سايكوزس، فتديله انت سايكوتيك، هالوبريدول، بنزودايزبين مهدئ، فده عشان ايه؟ عشان ترانكوليز. تريتمنت اوف ذا كوز سايكاتريك النس، فيزيكال النس، وات ايفر ذا كوز تريتد. ليجال سيستم ماي انفولف البوليس طبعا له دور. تعالوا كده نتكلم بقى مع بعض شويه. suffering itself would be a reason for compassion among us in a meaningless desert. دي قصة سيسيفوس في الميثولوجيا الإغريقية in the Greek mythology، وهو بيرفع الصخرة لأنه اتحكم عليه إن هو يفضل يرفع الصخرة دي فوق الجبل، وبعد ما يرفعها فوق قمة الجبل تقوم نازلة تاني، فينزل يرفعها تاني فتنزل تاني for eternity للأبد. هذه المعاناة ما منعتوش إن هو يقف ويفكر شوية ويقول إيه، طالما كده كده فيها معاناة فاستمتع بالمعاناة، استمتع بمحاربة المعاناة دي. هنا بنعيش، العيشة في حد ذاتها هي محاربة المعاناة دي، هي إنك تقف قصادها وتاخد موقف. بصرف النظر انت مؤمن بعبثية الحياة، احنا مش مؤبسين، مش مؤمنين بعبثية الحياة، احنا مسلمين وعندنا a good reason to live for، بس لازم نعيش، لازم نستمتع بتحدي المعاناة. والأهم suffering itself would be a reason for compassion، ان احنا نتعاطف مع بعضنا في meaningless desert اللي هي بالنسبة لنا مش meaningless قوي. I would be better off dead، أنا أكون أفضل لو مت. هل الشخص اللي بيقول كده بيبقى مقتنع فعلا إنه هيكون أحسن لو مات؟ أصلا الفكرة في حد ذاتها مش منطقية، لأن أنا أكون أحسن لو مت دي معناها إن في حاجة بتقارن بيها بعد الموت، وهو حاجة من الاتنين. أنت عندك حاجة دلوقتي معاك، بس أنت تعرف إيه اللي موجود بعد الموت؟ سواء انت مقتنع ان مفيش حاجة بعد الموت، فده في حد ذاته مش حاجة، لكن انت دلوقتي عندك حاجة، فازاي تقارن؟ او انت مؤمن وموحد وعارف ان في حاجة بعد الموت بس ما تعرفش، الدنيا غامضة بالنسبة لك، كنت فاهمني، فازاي تقول I will be better off dead؟ هذا مش مضمون تماما. The world would be better without me، which is why I must keep living. الحياة، العالم حواليا هيبقى أحسن من غيري وأنا أعيش عشان كده، لأن لو العالم هيبقى أحسن من غيري يبقى عندي في حاجة غلط. فأنا عجبني المقولة دي لأني قرأتها في كومنت على يوتيوب عجبتني، وصراحة يعني سوسايد هو حاجة أكبر من مجرد إن احنا نلخصها في مجرد كلام عام ومجرد كلام تنمية بشرية أو كده، أو مجرد إن احنا محتاجين ناخد مواقف على أرض الواقع مع كل شخص محتاج مساعدة، وإنت لما تبقى محتاج مساعدة تطلبها، إن في الحياة احنا we stand for each other، احنا موجودين عشان بعض، ما عندناش حاجة تاني، ما عندناش حل تاني. فدي كانت المحاضرة بتاعتنا. احنا اتكلمنا النهاردة عن حاجات كتير، اتكلمنا على السوسايد كمين سبجكت، واتكلمنا على ايه تاني، اتكلمنا على الفيولنس، واتكلمنا عن ايه السايكاتريك ايمرجنسي التانية وذكرناها، وقلنا ايه، قلنا ان احنا بعد كده هناخد كل حاجة منهم لوحدها او خدها قبل كده. الريسك فاكتورز لما جينا اتكلمنا على السوسايد اتكلمنا عليها في كمانجمنت، واتكلمنا عليها كتايبس، واتكلمنا عليها فروم سايكولوجيكال ثيوريز الفرويد وغيره والعلماء قالوا ايه، واتكلمنا بعد كده وقلنا التريتمنت اوبشنز بتاعتنا ايه، سواء هي الفارماكولوجيكال ميديكيشنز، او اتكلمنا عن البيهيفيور ثيرابي، واتكلمنا
في السوسايد على مواصفات الاماكن اللي المفروض اتعامل فيها مع الشخص اثناء المانجمنت، وازاي لو هو عنده اكسس، وحطينا دياجرام كده قلنا لو في اكسس لو ما فيش، لو هو يقدر يعني عنده ايديا ما عندوش، عنده خطه ما عندوش. ده بنتكلم على السوسايد. في الفيروس لان عملنا نفس الحاجات، ودايما كده لو لاحظتوا دايما كنا بنحط في ريسك فاكتور سكيل. ففي الفيروس برضه عملنا نفس الحاجات، اتكلمنا عن ايه هو الفيولنس، واتكلمنا عن المصطلحات اللي احنا مش عارفينها برضه في الفيولنس، واتكلمنا عن الاجريشن، قمنا جايين كانوا واخدين السايكولوجيكال ايه اسباب الفيولنس، قمنا جايين واخدين التايبس ايه التايبس بتاعت الفيولنس المختلفه، واتكلمنا عن المانجمنت بتاع الفيولنس والاماكن اللي تقدر تتعامل فيها مع الفيولنس ومواصفاتها ايه. نفس الكلام تقريبا طبقناه هنا وهنا بس بشكل مختصر اكتر في الفيولنس، او مش بشكل مختصر قوي يعني، تقريبا خدوا مساحه. أتمنى ما أكونش طولت عليكم، ودي كانت المحاضرة بتاعتنا، وأنا عمر وجدي، ودي كانت Psychiatric Emergency. شكرا.